وسط إقبال كثيف، المصريون في الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الرابع على التوالي. حزب مصر القومي يعلن دعمه وتأييده للسيسي، وحملة صباحي تدعو لتنظيم سلسلة بشرية لدعم مرشحها في ميدان الألف مسكن. محلب يعلن من أسوان أن الحكومة أنهت كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ويجدد التزامها بالحياد بين المرشحين. بانوراما نيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. والبداية مع الزميل فوزي غض الله إليك. فوزي، أشكرك أمل. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. يواصل المصريون في الخارج اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الرابع على التوالي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان لوزارة الخارجية أن المؤشرات الأولية لتصويت المصريين في الخارج تشير إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثانية ظهر اليوم قد تجاوز 270,000 ناخب. في الوقت نفسه تناشد وزارة الخارجية كافة المصريين المتواجدين في الخارج بالتصويت بكثافة، أخذا في الاعتبار أنه تم مد فترة التصويت بالخارج ليوم إضافي خامس، حيث سيغلق باب الاقتراع في تمام التاسعة مساء غد الاثنين حسب التوقيت المحلي للدول التي بها مقار انتخابية. توفد المصريون في المملكة الأردنية الهاشمية على مقري السفارة المصرية بعمان وقنصلية العقبة للإطلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وشهدت العملية الانتخابية إقبالا منقطع النظير لم تشهده الانتخابات السابقة لأسباب عديدة وضحها السفير المصري بعمان. آلاف المصريين اجتمعوا في مقر السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2014، كما شاركهم إخوتهم المقيمين في مناطق الجنوب من خلال الإدلاء بأصواتهم في مقر القنصلية المصرية في العقبة. إقبال منقطع النظير شهدته مقر التصويت لم تشهده الانتخابات السابقة لأسباب عديدة وضحها السفير المصري بعمان. لا، العملية ماشية كويس الحمد لله، وفعلا في إقبال شديد، وأنا بعزو ده لعدة أسباب. سبب الأول تيسيرات لعملتها اللجنة العليا للانتخابات. بالنسبة للمواطن المصري مش شرط ان هو يجي يسجل في الأول، مش شرط ان هو يلتزم بمكان تواجده، يعني في أسباب من هذا في هذا المضمون. وكمان سبب رئيسي أعتقد شعور المواطنين المصريين بحب بلدهم ورغبة منهم في صناعة المستقبل بتاع البلد، ايا كان التصويت بتاعهم على اي من المرشحين، فحضورهم فده مشاركة في صناعة مستقبل البلد. المواطنون المصريون في الخارج توافدوا على مقر السفارة ايمانا منهم باهمية الصوت وضرورة المشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر الحديثة، حيث سارت عملية التصويت بسهولة ويسر ولم تشهد اي مشاكل تذكر. والله عملية التصويت كانت الحمد لله سلسة وسهلة جدا، والشباب انا ما اعتقد انهم شافوا كل ارتياحية في التصويت. والله احنا نزولنا النهاردة لعدة اسباب، اولها ان الصوت امانة، تاني حاجة ان مصر لازم نعبر عنها بارادتنا. احنا الجالية المصرية بالاردن النهاردة نازلين بكل حرية وبكل قوانا العقلية نصوت لمصر على اساس المستقبل السياسي بتاع مصر يكون افضل. بشفافية تامة ونزاهة ادلى المصريون في الخارج باصواتهم وسط حضور مندوبين عن المرشحين، بالاضافة الى اعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة المصرية المشرفين على عملية الادلاء بالاصوات. نازلين نحط صوتنا بكل امانة لكل من يستحق الصوت، وطبعا نشكر السفارة المصرية على مجهودها العظيم، وكل حاجة ماشية بمجهود تمام وما فيش أي صعوبة، يعني وكل حاجة الحمد لله تمام. والله الإجراءات ممتازة وفي تسهيل جامد يعني لكل المصريين، وأنت شايف الناس جاية إقبال شديد جدا النهاردة، يعني ما حصل يمكن حاجة غير مسبوقة في الانتخابات اللي قبل كده. شهدت هذه الانتخابات أكبر عملية تصويت منذ ثورة يناير، حيث سهلت اللجنة العليا للانتخابات على الناخبين ومكنت جميع من يحمل بطاقة الرقم القومي من الإدلاء بصوته أينما كان، مما كان له أكبر
أكبر الأثر في رفع عدد الناخبين. إقبال المصريين الشديد على التصويت للانتخابات الرئاسية 2014 يعد خطوة أخرى ترسم مستقبلا جديدا للمصريين، وتأكيد آخر من أبناء هذا الوطن حتى وإن كانوا خارج حدوده على أنهم شركاء في صناعة مصر الجديدة. من مقر السفارة المصرية في عمان دام الكردي، النيل. وسط حجم إقبال شديد، واصل الناخبون المصريون بإيطاليا تدفقهم على صناديق الاقتراع بالمقر الانتخابية بمدينتي روما وميلانو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية. وقد تصدر المقر الانتخابي بميلانو المشهد الانتخابي ربما على صعيد العواصم الأوروبية، حيث تتواجد الكتلة التصويتية الأكبر من العمالة المصرية في إيطاليا، كما جرت العملية الانتخابية بإيطاليا وسط أجواء هادئة ومستقرة. بالهتافات والزغاريد والشعارات الحماسية يتواصل ماراثون التدفق الانتخابي على مقار الاقتراع للانتخابات الرئاسية في روما وميلانو. وسجل المقر الانتخابي في ميلانو إقبالا قياسيا من الناخبين دون أن تحول أسباب أو صعوبات عن أداء الواجب الوطني. الاستحقاق الانتخابي الحالي، المصريين جايين من جميع اقاليم ايطاليا الشماليه، اللي مسافر 3 ساعات بالقطر واللي مسافر ساعتين واللي جايين باوتوبيسات، والحقيقه حاجه جميله جدا، يعني بتوري الوعي اللي اصبح متزايد عند المصريين بالمشاركه في الانتخابات. بقالي 40 سنه في ايطاليا، ودي اول مره انتخب فيها لصالح حبايبي، سواء السيزينة أو التانية اليمين والله البال. أنا كنت بسمع أن بيقول الشباب هيقاطع الانتخابات دي، دي هنا نسبة الشباب مبهرة مبهرة، عائلات جايين معاهم أطفالهم، أعلام، حاجة حلوة، ربنا يديم حلاوة مصر. فيما يشبه خلية النحل بين قادم ومغادر للناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، ساهم استخدام القارئ الآلي في الإسراع بعملية التصويت التي أثنت عليها وسائل الإعلام الإيطالية في تناولها لأنباء تدفق الآلاف المصريين لاختيار رئيسهم الجديد. أنا نفسي طبعا مصر تبقى أحسن كتير من السنين اللي فاتت كلها، ويعني يبقى أولادنا مستقبل أحسن كتير لأولادنا، عشان على الأقل ننزل نستقر في بلادنا بدل ما احنا متبهدلين هنا في الغرب. اللي خلاني أجي أنا أول مرة ليا أنتخب بصفة عامة، واللي خلاني اجي هنا ان انا بتمنى ان مصر تبقى افضل دوله في الدنيا. اهم حاجه شخصيه الرئيس تكون قويه، يقوم الشعب يحترمه ويحبه. انا عايزه من الرئيس الجديد ان هو يصلح البلد والتعليم. وهذا التدفق الكبير له فرحه غير عاديه، ويمثل لمصر شيء كبير جدا. وكانت انتخابات مشرفه، وفي نظام في سير الانتخابات يدل على عظمة هذا الشعب، وأن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الشعب المصري والخاسر هم أعداء مصر. العملية الانتخابية مرة طبعا بدون تجاوزات، وفي تدفق طبعا من جميع أنحاء ميلانو والبروفينشا دي ميلانو، لدرجة أن في ناس بتيجي كمان من تورينو. مصر هتاف وأمل وطموحات وطنية ينشدها الناخبون المصريون من رئيسهم الجديد. الإقبال الشعبي المبهر للمصريين في الخارج لاختيار رئيسا حقيقيا لمصر بهذا الحشد النادر والارتقاء بمستحق دستوري إلى احتفالية وطنية، يعكس ثراء حضاريا لا يمكن اختزاله في مجرد اقتراع انتخابي، لكنه يكشف عن صلابة الشخصية المصرية التي تزيدها الغربة انتماء ووطنية. من مقر الانتخاب في ميلانو، عبد الحليم إسماعيل، النيل. شهدت السفارة المصرية بواشنطن إقبالا غير مسبوق من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية. وحرص المصريون على استغلال عطلة نهاية الأسبوع للتوافد على مقر السفارة للمشاركة في الانتخابات، إذ قدم البعض من ولايات أخرى بعيدة. وأكد الناخبون رغبتهم في تدعيم جهود الرئيس القادم لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرين إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود للنهوض بمصر. إنه عرس انتخابي، هكذا وصف ماهر عملية التصويت في السفارة المصرية في واشنطن. ماهر عوض الله يعيش في ولاية ماريلاند القريبة من العاصمة الأمريكية، وقد قاد سيارته لمدة 3 ساعات للوصول إلى مقر السفارة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية.
وطلب ماهر من الرئيس المقبل أن يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصري واستعادة الأمن والاستقرار. دي أول مرة أجي أنتخب فيها في أي انتخابات على الإطلاق من يوم ما اتولدت بالنسبة لمصر. يعني أسباب كتيرة تخلتني أن أنا أجي. أتمنى أن أنا أشوف مصر مصر. يعني أسف بس أول ما نزلت من العربية وسمعت المزيكا وشفت الناس حسيت أن أنا عمري ما سبتها. المصريون عبروا عن فرحتهم حاملين الأعلام المصرية ومرددين شعارات وهتافات وطنية تدل على مدى حبهم لوطنهم. كبارا وصغارا أتوا بالحافلات والباصات من مختلف الولايات المحيطة بواشنطن لممارسة حقهم الديمقراطي بالتصويت لصالح المرشح الذي يرونه الأصلح لقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة. كبار السن أيضا لم يمنعهم التعب أو المرض من التصويت. كل ناخب كان له أسبابه الخاصة التي دفعته إلى الإدلاء بصوته. أول سبب طبعا عشان بحب مصر. تاني سبب إن ده واجب علينا كلنا إن احنا لازم ننزل ننتخب، على الرغم إن أنا مش في القاهرة وأنا هنا في واشنطن، لكن أصريت إن أنا آجي. احنا أولا جايين 3 ساعات من بنسلفانيا لهنا علشان ننتخب استقرار مصر، هو ده الدافع، لأن استقرار مصر ده أهم حاجة بالنسبة لنا. من أهم الأسباب حقيقة أنا نفسي مصر تستقر.